مالي. تعالى بقى نطلع نجري كده شويه، نروح على ميتلاند، لانه انا كنت دايما بطلع على الهواء اقول اتمسك يا امام بميتلاند. انا بحب اللعيبه تحترف، خاصه ان بدايتك كانت بدايه قويه جدا واهداف اكتر من رائعه واهداف ممتازه، والكل توقع انه امام هيكمل مشوار الاحتراف. ايه اللي حصل؟ مفيش والله يا كابتن. انا طبعا يعني لما كنت في الزمالك كان عندنا ماتش كنا بنلعب فيوتشر في الدوري، كان كويس. اخر ماتش ليا وانا في نادي الزمالك. انا كنت عايز احكي القصه كلها يا كابتن، بس احكي انت براحتك قلت خالص. لي لا لا احكي، احكي لا مثلا. لا احكي اللي انت عايزه، بالعكس عايزك تحكي ماشي. تحكي كنت انا وتفتح قلبك تماما يعني. تمام، كنت انا كابتن طبعا لما كنت في حرس الحدود، ايوه. ورحت بقى خلاص كنت رايح نادي الزمالك. يمكن الصفقه ما كانتش هتكمل من حرس الحدود من للزمالك. ما كانتش هتكمل لحد اخر يوم في القيد. كان في فلوس، فانا قلت لهم خلاص انا هشيل الفلوس الباقيه ومش هاخد اول سنتين، مش هاخد فلوس في الزمالك. في الزمالك. قلت لهم انا مستعد ان انا اعمل كده ومش هاخد اول سنتين مش هاخد فلوس. كويس. الحمد لله الموضوع كمل ورحت طبعا نادي الزمالك. يمكن كانت في الاول ما كنتش بلعب في الاول، بس الحمد لله بعد كده لعبت ومعايا 2 دوري. كان معايا 2 دوري في نادي نعم. الزمالك وكاس مصر. ساعتها كابتن في اخر سنه ليا يمكن جالي كذا كذا عرض من كذا دوري يعني من بره مصر. من بره مصر. لا فانا قعدت فعلا سنتين ما تاخدش فلوس، والله فعلا ما خدش ولا مليم ما كنتش باخد، خالص. مكافآت بس زي اللعيبه، لكن عقد ما فيش. كنت بدفع كانوا بياخدوا من العقد بتاعي الفلوس ويدوها لنادي غزل المحله. كان الحرس ساعتها كانوا بيدي هنا وهنا. قعدت سنتين فعلا يا كابتن. في ناس كتير شاهد على الكلام ده دول بيتاخدوا منك من مني، فلوسك. من فلوسي. ما انا قلت لهم خدوا انت من فلوسي بتاخد مكافآت الماتشات بس، فقط لا غير، انا فضلت لكن عقد صفر. بالظبط. انا كنت وبيتاخد منك فلوس بتدفع اللي ما بين حق الرعاية لغزل المحلة حرس الحدود وباقي بدل الانتقال من حرس بالظبط الحدود. بالظبط. نعم. كملت انا ما مشيت مع نادي الزمالك طبعا، فضلت مكمل. فانا كان جالي كذا عرض، انا ما كنتش اعرف عن عرض ميتلاند طبعا. كان عرفت عنه فجأة كده. فجأة. ما كنتش عارف عنه حاجة، وده كلام ربنا يحاسبنا عليه. انا بقول تمام، اللي حصل ده بالظبط مهم جدا. لان انا قلت في يوم من الايام ان انا اطلع اقول كل حاجة. احكي بقى براحتك. فبعدين لما جيت، اللهم صل على النبي، لما عليه جيت الصلاة والسلام. ما جيت وانا في الزمالك كان جالي كذا عرض ساعتها. عروض أوروبية؟ كان جالي، أبرزها كان إيه؟ كان في اسبانيا يا كابتن. في إسبانيا. كان في فبعدين لما جيت انا ما كنتش انا عارف بقى عن عرض ميتلاند خالص نهائي، ما كنتش اعرف حاجه عنه. فانا جيت بعد ماتش فيوتشر كنا بنلعب في استاد القاهره، كنت انا عارف خلاص ان انا مش همشي وقاعد في النادي كويس، مش ساعتها. هتمشي على العروض مش القديمة. ماشي، لا مش رايح في حته خلاص، انا أنت مكمل مع النادي ساعتها. وانا كنت حتى لما انا جيت عملت عقد، جددت عقد، هم قالوا لي ما توثقش. ما اعرفش بقى ايه اللي حصل لحد دلوقتي، ما أنت اعرفش. جددت. جددت في نادي الزمالك، تمام. جددت وجددت حوالي 4 سنين او سنتين حاجه زي كده، وخلاص انا مكمل مع الفرقه خلاص. تمام. خلصنا ماتش فيوتشر، فبعدين انا كنت في البيت، كنت عند خطيبتي اللي هي مراتي دلوقتي. نعم. فبعدين كان اخر يوم في القيد، نعم. حد اتصل عليا في النادي بدون ذكر اسماء، نعم. قال لي انت هتجيلي النادي دلوقتي. طب ما نقول اسماء بقى، احنا لا بنقول الحقيقة مش عايز كلها. اقول اسماء يا كابتن، ماشي، حاضر. معلش. انا هسيبك على راحتك خالص. فبعدين لما انا قلت، انا قلت في حاجه يعني، في حاجه اكيد، بدل هم عايزين دلوقتي الساعه 12 بالليل. قلت لهم حاضر. انا بيتي جنب النادي على طول، جنب كويس. نادي الزمالك. فنزلت يا كابتن، رحت قابلت الناس اللي كانوا عايزيني، قالوا لي انت هتمشي هتمشي. هتمشي. طب همشي فين؟ قالوا لي في نادي كذا 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 هتروح. انت ما بتعرفش حاجه خالص. كنت انا اعرف يا كابتن قبليها بيومين، كان الـ 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 عبد الرحمن جاد واحمد يحيى كانوا مكلميني، قالوا لي ان في نادي بيفاوضنا وعايزينك، بس ما تعرفش مين بس ما النادي. كنتش اعرف ايه النادي. عرفت ساعه بعد المكالمه دي لما كلمت احمد يحيى وجاد، ساعتها قالوا لي في، قالوا لي على اسم النادي. كويس. قلت لهم تمام، ده بس وانت انتوا اما دخلت نادي الزمالك. قالوا لي قلت لهم بس انتوا كنتوا لازم تعرفوني بحاجه زي دي. مظبوط. فبعدين لما انا رحت النادي طبعا لقيت العقودات جاهزه ولقيت كل حاجه جاهزه. انت رايح كل حاجه جاهزه. ايوه انا رايح كل حاجه جاهزه. رحت مضيت، بس ده اللي انا عملته، رحت مضيت. حتى ساعتها دخلت مكالمه على قناه نادي الزمالك، نعم.
لما كان الكابتن طارق، كان الكابتن طارق يحيى كان بيكلمني، نعم. كلمني واقعد والنادي، وقلت له حاضر، وما كانش في اي حاجه ساعتها. بس قعدت دخلت النادي، طبعا كانت الساعه 12 بالليل، كنت انا واحمد يحيى وجاهده، قالوا لي احنا انت هتمشي، همشي، قالوا لي خلاص انت، احنا انت هتروح النادي، النادي اللي هو ميتلاند الدنمارك. ميدل. قلت لهم خلاص ما فيش مشكله، نعم. مضيت وطلعت ساعتها على قناه الزمالك، اتكلمت، وبس ده اللي حصل، ده اللي حصل بالظبط. يعني انت رحت اداره نادي الزمالك في هذا التوقيت، كانت مخلصه كل حاجه انا رحت يا كابتن، مضيت، بس. مضيت وعملت اللقاء على قناه نادي الزمالك، ده اللي حصل اللي هو بالليل اللقاء الشهير ده، وان انت بالظبط هترجع الزمالك، بالظبط والقصه والحدوته بالظبط والكلمتين اللي سمعناهم دول. بالظبط يا كابتن، لكن خلاص مضيت استغناء نهائي خلاص ورايح نادي الزمالك، خلاص رايح حفر نادي ميتلاند مثل الدنمارك، بس. وانتقلت. وانت رحت بقى، انا طبعا هي كانت خطوة انا الواحد زعلان عليها طبعا، زعلان. اكيد طبعا، نعم. بس الحمد لله ربنا بيعوضه بالاحسن. يعني انا في احسن نادي في افريقيا دلوقتي طبعا، اي حد يتمنى يلعب في نادي الاهلي،